السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. المتابعين العزاز ديالي، اليوم جبت لكم عرض لواحد الشقه جميله ما شاء الله. وقبل ما نبدا في التفاصيل ديالها، كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم وعلى الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي، شكرا لكم. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب. مرحبا بالمتابعين العزاز ديالي من جميع انحاء العالم واكيد داخل الوطن، اللي دائما مشجعيني ومسانديني، شكرا لكم. ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد للقناه، ما تنسوش تابوناو في القناه باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. وعلى بركه الله غادي نبداو في التفاصيل ديال هاد الشقه. هذه شقه جميله ما شاء الله، مصلوحه نقيه، يعني اللي خداها راه ما غيزيد فيها والو. هاد الشقه هادي راه كتواجد في السبيت، الناس اللي كيسولوا على السبيت تيطمن ليه، كتواجد قرب السوق الاسبوعي اقامه صافيه. المهم جات في موقع زوين، جميع المرافق متوفرين، كل شيء كاين حداك، جميع المواصلات متوفرين. شقه جميله ما شاء الله، فيها جوج البيوت، صالون، لاكويزين، الحمام. المهم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع التفاصيل وجميع المعلومات بخصوص هاد الشقه هادي. كما كتشوفوا معايا الصباغه ديال الخيال، شقه جميله ما شاء الله. وهذه الغرفه الثانيه. وبالنسبه للفصاله راه ما ضيعه فيها حتى شي حاجه، فصالتها زوينه. الناس اللي كيسولوا على بارتمات في السبيت، هاد الشقه هادي راه كتواجد في سبيت تيطمن ليل اقامه صافيه قرب السوق الاسبوعي اللي كيتواجد في السبيت. بالنسبه للثمن، سيت تيطلب فيها 36 مليون قابله للتفاوض. بالنسبه للشقه راه كتواجد في ريتشوسي عاليه، اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. وبالنسبه للمتراج راه فيها 52 متر. هذه لاكويزين كما كتشوفوا معايا تبارك الله، كبيره ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا يعني الاصلاحات راه اللي خداها ما غيزيدش فيها شي حاجه في الاصلاحات، مصلوحه. وبالنسبه للشميسه راه مشمسه، وغادي نعاود معكم المعلومات بخصوص هاد الشقه هادي. كتواجد في سبيت تيطمن ليل قرب السوق الاسبوعي، كتواجد في اقامه صافيه ريتشوسي. شقه جميله مصلوحه نقيه. والظروف العمل، السيد باغي يبيع الظروف العمل، لان تبارك الله يعني بارطمان جميله ما شاء الله، ما ناقصه فيها حتى شي حاجه وما ضايعه فيها حتى شي حاجه، مصلوحه نقيه. بالنسبه للمتراج فيها 52 متر. وبالنسبه للثمن، سيتي يطلب فيها 36 مليون قابله للتفاوض. بالنسبه للشقه راه فيها صالون، جوج البيوت، لاكويزين، الحمام. وجات في موقع جميل، جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين، يعني كل شيء كاين حداك. الناس اللي كيسولوا على بارتمات في سبيت، هاد الشقه هادي راه تحت طلب ديال العديد من المتتبعين العزاز ديالي. وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارتمات، غادي نشاركهم معكم في متناول الجميع.
وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجة بسيطة، وحتى نتوما بدوركم الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناة مع العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة وتشجعوني حتى أنا نزيد نحط أكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. والناس اللي كيسولوا على بارتمات في أناسي، راه كاين عندنا بارتمات في أناسي قرب تيرمينيس ترام، بارتمات زوينين اللي بغى شي حاجة مرحبا، كاين بارتمات اللي تباعوا وكاين بارتمات اللي مازال كاينين. بالنسبة للشقة اللي كتواجد في حي الولاء قرب الضمان الاجتماعي، شقة جميلة ريتشوسي عالية فيها 70 متر، اللي بغاها مرحبا، راه مازال متوفرة وبثمن جد مناسب لأن السيد نقص في الثمن لظروف خاصة باغي يبيع في أقرب وقت. بالنسبة للشقة اللي كتواجد في والي لي بخوميير ايطاج تباعت، وراه مازال كاين عندنا شقة في إقامة الصفا طروازيام ايطاج اللي بغاها مرحبا. بالنسبة للشقة اللي كتواجد في أناسي دوزيام ايطاج 25 مليون، اللي بغاها مرحبا، راه مازال كاينة. الناس اللي كيسولوا على البرنوس القدس، كاين عندي بارتما في بروميير ايطاج، بارتما جميلة اللي بغاها مرحبا، 65 متر، الثمن ديالها هو 48 مليون، قابلة للتفاوض، عندها جوج واجهات اللي بغاها مرحبا. وكاين عندي بارتما في الدوزيام ايطاج في البرنوس القدس 96 متر، حتى هي مازال كاينة اللي بغاها مرحبا. بالنسبة للشقة اللي كتواجد قرب مدرسة المهندسين بروميير ايطاج في الديور 3 سكان اللي كاينين، وعندك بارتما في التروازيام ايطاج تابعة للشقة اللي في بروميير ايطاج اللي بغاها مرحبا، راه مازال متوفرة. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على حي الدومة سيدي مومن، راه كاين عندنا بارتمات في الديور، بارتمات زوينين في الديور، متراج كبير 100 متر، كان عندي بروميير ايطاج وكان عندي دوزيام ايطاج وكان عندي تروازيام ايطاج، حي الدومة سيدي مومن شارع النهضة، وكان عندي بارتما في الدوزيام ايطاج 66 متر، الثمن ديالها هو 48 مليون، قابلة للتفاوض. وعندك بيت في السطح 5 سكان اللي كاينين، كاين عندي بارتما قرب مقبرة الشهداء، بارتما جميلة متراج كبير 3 سكان اللي كاينين. وبالنسبة للشقة اللي كتواجد في إقامة الحريري، حتى هي مازال كاينة اللي بغاها مرحبا، بروميير ايطاج، شقة جميلة. بالنسبة للأناسي، راه الشقة اللي كتواجد في السلام جوج شقة جميلة بروميير ايطاج، كاين لاسانسور مسجلة محفظة اللي بغاها مرحبا، حتى هي مازال كاينة. بالنسبة لإقامة الأدارسة، كاين عندي بارتما في بروميير ايطاج، بارتما جميلة. الناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. والناس اللي ديجا حاطين عندنا البارطمان ديالهم، راه كل نهار كنحط بارطمان، يعني راه كيكونوا الناس قبل منكم، داكشي علاش ما مازال ما حطيت البارطمان ديالكم، ولكن راه كاملين غادي نحط البارطمان ديالكم ان شاء الله. كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب، ونكون كنفيدكم. وبالنسبه لهاد الشقه هذه اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. الناس اللي مازال ما اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه باش في من ننزل شي لا فيديو ان شاء الله يبقى يوصلكم الجديد، وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارطمات في متناول الجميع. الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب الله يجازيكم بخير، اللي ما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا. والناس اللي حاطين عندنا البارطمات ديالكم تواصلوا معايا، راه بعض المرات ما كيبقاوش يطلعوا لي الارقام ديالكم. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من الجيمات الله يجازيكم بخير باش يطلع لا فيديو يبان للناس وتعم الفائده ان شاء الله.
وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. أتمنى ألقاكم في أحسن الأحوال يا رب.